حقيقة اهتمت دولتي بهذه المهنة العظيمة من خلال الدعم المستمر، فقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير برنامج التمريض الذي يتوفر في المؤسسات التعليمية، وبالإضافة إلى المنح الدراسية والبعثات الخارجية والامتيازات ما بعد التخرج إلى الوظيفة، ولا ينتهي هذا العطاء. وجانبا إلى ذلك التدريب الميداني في فترة الدراسة الذي كان في المستشفيات والمراكز الصحية. وبعد التخرج منحتني مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مدة تدريبية ما بعد التخرج، الذي ساهم في زيادة ثقتي والتشبث في هذه المهنة العظيمة، حيث بدأت المتعة الحقيقية في ممارسة هذه المهنة في مستشفى الذيد التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذي يحتوي على جميع الأقسام. فأنا اليوم فخورة لأنني أصبحت من الجيش الأبيض المعطاء. أنا اليوم ملاك للرحمة بفضل الله ومنته وحكومتنا الرشيدة، حيث كانت لكلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله: الكوادر التمريضية الوطنية هم السند الحقيقي للدولة في أزماتها واحتياجاتها، دافعاً قوياً لي، فلا توجد كلمات تعبر عن مدى سعادتي. بلا شك استاذ ريم، طبعا التمريض مهنه انسانيه عظيمه وهي مزيج من الرحمه والصبر والتحدي، لذلك يطلق عليكم ملائكه الرحمه. طبعا كيف ترون ذلك بحكم تواجدكم خصيصا في الميدان؟ التمريض مهنه انسانيه تصب في جميع جوانب صحه الانسان من الناحيه الجسديه والنفسيه والمعنويه ايضا. ففي مهنه التمريض اهميه عظيمه، حيث تشارك المريض المه وتخفف عنه معاناته من خلال الرعاية الكاملة التي تبدأ من الولادة إلى الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح إلى الوفاة لا قدر الله. ففي غرفة الإنعاش ممرضة تحاول أن تنقذ روح، وفي غرفة الولادة ممرضة تساعد في قدوم روح إلى هذه الحياة. ولا ننسى دور التمريض في الجائحة، حيث يتعامل الكادر التمريضي مع جميع أنواع الأمراض والأوبئة من أقلها خطورة إلى أكثرها خطورة، منها الأمراض المعدية والأمراض الجسدية والعقلية، حيث يتواجد التمريض في المراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ومراكز الصحة النفسية. نعم بلا شك ممرضة ريم، شعار اليوم العالمي للتمريض كوادرنا التمريضية هي مستقبلنا، كيف ترون الإقبال على مهنة التمريض خاصة بعد مواقفهم العظيمة أثناء جائحة كورونا؟ حقيقة أفخر جدا بطالبات وطلاب الجيل الجديد في التمريض، حيث أراهم في أروقة المستشفى للتدريب لبدء قصة عطاء بعد انتهاء مدة الدراسة. وبمقارنة بعدد دفعتي في سنة 2021، فقد ازداد الإقبال على هذه المهنة العظيمة بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من الضعف ولله الحمد. وكل الامتنان لمستشفى الذيد الذي جعلني رسولا لهذه المهنة من خلال إرسالي للمدارس الحكومية والجامعات لتعريف المقبلين على التخرج والباحثين عن تخصص بمهنة التمريض، ومن خلال زيارتي للمدارس والجامعات حقيقة تغمرني السعادة عند رؤية الطلاب والطالبات مهتمين لمعرفة المزيد عن هذه المهنة والالتحاق بها.